نعرف اليوم عم نشوف الجو اللي كنا نشوفه قبل، رح نروح لرئيس جمهورية أو لا بظل هيدا التعاطي السائد بالجلسات الانتخابية؟ مجبورين نروح لانتخاب رئيس جمهورية لأنه الناس صوتت لنا تطبق واجبنا الدستوري والأخلاقي والسياسي تجاه انتظام عمل المؤسسات اللي بدها توصل لاستقرار سياسي بالبلد، ده هو المدخل لحل كل الأزمات يلي الناس عم بيعانوا منها. للأسف من أول جلسة لليوم في مجموعة من النواب عم بيهربوا، وهي الكلمة المضبوطة، بتاني جلسة لكسر النظام. هيدا أداء لا دستوري ولا أخلاقي ولا سياسي ولا مسؤول. بس كنتوا صرحتوا بالسابق أنه ممكن أنتوا تلجأوا لهيدا الطريقة بحالات معينة، بحالة وحدة إذا بيضل المجلس مسكر لمرشح الممانعة يكون متأكد أنه بده ينتخب، ساعتها ولا بأي شكل هذا الأمر مقبول. خليني أقول أنه رئيس المجلس هو أول بين متساوين وهو زميل، وما في بهالدنيا صلاحية بدون نص. حدا يفرجيني النص يلي بيعطي لرئيس المجلس الصلاحية أنه يسكر المجلس لشهور وسابقا لسنوات. هيدا التصرف بكلمة واحدة غير مسؤول. التصرف المسؤول هو العودة إلى الروح الديمقراطية وروح الحريات يلي ميزت لبنان بكل هالمنطقة من العالم، ويلي بيربح صحتين على قلبه، والتساوي لازم يكون بين حظوظ الربح واحتمال الخسارة.